بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية أن ترحب بكم بالحضور الكريم وبسعادة الأستاذ فهد الخليوي مدير عام فرع وزارة العمل مكتب العمل بالرياض لإلقاء الضوء على الضوابط التصحيحية للعمالة. وأنقل الكلمة الآن للمهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الموارد البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأستاذ فهد الخليوي مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وبالأصالة عن نفسي وعن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم في رحاب الغرفة والحضور الكريم، وانطلاقا من علاقة تكاملية فيما بين الغرفة ووزارة العمل بما يحقق المصلحة العامة، جاءت الأهمية لعقد هذا اللقاء مع رجال الأعمال لتسليط الضوء على الضوابط المتعلقة بالمهلة التصحيحية للعمالة والاستماع لما لدى الحضور من تساؤلات، مما يساعد رجال الأعمال والوزارة على الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة واستغلالها بالشكل اللائق كسبا للوقت. والآن أعطي المجال لضيف هذا اللقاء الأستاذ فهد الخليوي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أولاً تقدم الشكر الجزيل على مبادرة الغرفة بتنظيم هذا اللقاء مع رجال الأعمال لإلقاء الضوء على الحملة التصحيحية. سرنا طبعاً أن نتكلم اليوم عن إيضاح للحملة التصحيحية، فأرجو أن يكون لقاءنا محصور على ما يخص الحملة التصحيحية، ما يخص وزارة العمل. يعني نحن مثلا فرع وزارة العمل منطقة الرياض ممثلين للوزارة، سوف نلقي الضوء على أولا على الحملة التصحيحية، ثانيا على ما يخص استعدادات مكاتب العمل لمنطقة الرياض لتنفيذ هذه الحملة التصحيحية. فإذا سمحتوا لي، عندنا عرض ما يخص الحملة التصحيحية، سوف نستعرض هذا العرض أولا، وبعدين استعدادات مكاتب العمل لمنطقة الرياض، وبعد ذلك يترك الأمر لكم أنتم للاستفسارات إذا سمحتوا لي. أرجو أن يكون الصوت واضح. أولاً أشكر ما شاء الله على الحضور، يعني وهذا دليل على اهتمام الجميع بالحملة التصحيحية. طبعاً كما نعرف جميعاً توجيهات خادم الحرمين الشريفين بوضع مجموعة من التسهيلات لتنفيذها خلال الفترة التصحيحية للاستفادة من هذه الحملة، وضعت مجموعة من الضوابط أو تسهيلات سوف نستعرضها الآن مع بعض. يمكن غالبنا يعني اطلع عليها، أو سواء عن طريق المنشورات تقدم وزارة العمل أو عن طريق الإعلام، لكن نعيد مرة ثانية هذه التسهيلات. أولا وأهم هذه التسهيلات إعفاء جميع الوافدين المخالفين نظامية الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم. طبعا هذه خاصة بالوافدين الراغبين بنقل خدماتهم، لنقل كفالاتهم، ذلك للمخالفات التي وقعت قبل 25/5 له تاريخ محدد من خادم الحرمين، تاريخ الإعفاء وتاريخ الحملة التصحيحية. طبعا في حالة المغادرة النهائية للعامل الوافد يعفى من جميع حتى الرسوم، يعفى يتم العفاء من رسوم الإقامات ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترة السابقة. هذا ما يخص العامل الوافد الراغب بالخروج النهائي. طبعا الحملة هذه كما تعرفون تنفذ من قبل
وزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة بالجوازات. فبعض الإجراءات الحملة تنفذ فقط عن طريق وزارة العمل تستكمل بالجوازات، وبعضها تنفذ فقط في الجوازات زي التسهيل الحالي الآن اللي هو حالة الخروج النهائي، يعفى العامل من جميع الغرامات والرسوم، يأخذ طبعا بصمة تسمى بصمة تصحيح وليست بصمة ترحيل بإمكان العودة مرة ثانية للمملكة. طبعا الحملة لا تشمل المتسللين، طبعا يعني الحملة لا تشمل الذين دخلوا المملكة العربية السعودية بطريقة غير شرعية. يمكن للعمالة المتغيبة اللي عليها بلاغات هروب أو الذين انتهت رخصة الإقامة والعمل من تصحيح وضعهم بالعودة، العامل اللي عليه بلاغ هروب أو انتهت رخصة العمل أو الإقامة حقه، يمكن تصحيح وضعه إما بالعودة صاحب العمل الحالي أو نقل خدمته إلى صاحب عمل آخر. طبعا احنا بالنسبة للمصطلح نقل الخدمة اللي هو نقل الكفالة عشان نكون واضحين، نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق. أي عامل انتهت إقامته أو عليه بلاغ هروب ما نحتاج تنازل من الكفيل القاضي السابق، ينقل مباشرة لصاحب العمل الجديد. هذه بس فقط خلال فترة التصحيح الحالية. طبعا في ضابط ألا يؤدي نقل العامل إلى منشآت القطاع الخاص الذي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى نزول دون النطاق الأخضر. طبعا ما يخص نطاقات لا يمكن تجاوز الخضر خلال الحملة. أنت بإمكانك تنقل من العمالة ما تشاء إذا كان عمالك 10 فأكثر، إذا كان عمالك 10 فأكثر بشرط لا يؤدي إلى نزولك إلى النطاق ما دون النطاق الأخضر. طبعا أنا أتمنى أن كنت استفسارات خارج بعد العرض، ملاحظات بعد العرض إذا سمحت. يعني طبعا من التسهيلات مهمة جدا أن لا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا اللي هي يعني عن طريق النظام تطلع لكم النطاقات، لا زالت تطلع لكم من المنشآت البيضاء اللي مسمى جديد النطاقات الصغيرة الخضراء الصغيرة جدا 9 فما أقل. هذه لا يتم نقل أكثر من 4 عمال بشرط فأقل، والتي يوظف سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قام بتوظيف سعودي آخر بأجر 3000 ريال. طبعا 3000 ريال معناه اكتمال السعودي 1500 نص السعودي. شريطة لا يتجاوز إجمالي عدد العمالة في الكيان الواحد 9 عمال بعد النقل. يعني ممكن نقرب هذا على شكل مثال، لو فيه إجمالي العمالة 6 بإمكانك تنقل 3. إذا مثلا عندك أنت السعودي وعندك عامل واحد لا يحق لك نقل إلا 4 فقط. إذا أنتم 8 إجمالي مع السعودي ما يحق لك نقل إلا 1، أهم شيء أنك ما تتعدى 9. هذا إذا كان منشأة بيضاء اللي هي أخضر صغير جدا، تصنف عندنا بالنسبة للنطاقات أخضر صغير جدا. طبعا ما يخص العمالة المنزلية المتغيبة عن عمل التي قدمت عليها بلاغات هروب أو التي انتهت رخصة العمل رخصة إقامتها بتصحيح أوضاعها، العمالة المنزلية السائق الخادمة عامل منزلي أي عمالة منزلية يسمح لها خلال فترة التصحيح بتصحيح وضعها إذا كان إقامتها منتهية أو عليها بلاغ هروب، إما بالعودة للعامل صاحب العمل الأصلي أو بإمكان أن تنتقل لصاحب عمل آخر بدون شرط التنازل. لا يشترط التنازل من صاحب العمل السابق. يتم طبعا الإجراء هذا من خلال جوازات.
أي إجراء، أي إجراء من فرد لفرد من الجوازات، أي إجراء يعني عامل منزلي إلى عامل منزلي عن طريق الجوازات. طبعا بإمكان الخاص، السائق الخاص العاملة المنزلية نقل خلال فترة التصحيح نقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، طبعا بشرط أن يكون الإقامة منتهية أو عليها بلاغ غروب. بإمكانها النقل إلى أو النقل إلى بإمكان العامل الخاص السائق الخاص نقله إلى منشأة خلال فترة حملة التصحيح تنتهي إن شاء الله ب 24/8. يتم هذا الإجراء طبعا اللي هو نقل من عامل خاص إلى منشأة، يتم هذا الإجراء الآن عن طريق مكاتب العمل. شرط لا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة، طبعا هذا الشرط خاص ليس بالمنشآت بالأفراد، يعني بإمكان أي فرد ينقل من العمالة المنزلية المتخلفة التي تنطبق عليها الشروط بما لا يزيد عن 4، بما لا يزيد عن 4 بعد عملية النقل. عندك سائق واحد، عندك خادم، بإمكانك تنقل 2، ما عندك أحد، بإمكانك تنقل 4، عندك 3، بإمكانك تنقل 1. هذا خلال فترة حمل التصحيح. طبعا بالنسبة للمنشآت اللي هو نقل عامل منزلي أو عامل خاص إلى منشآت ينطبق عليها الشرط السابق، منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر اللي هي النطاق الأخضر النطاق البلاتيني، كل هذه تنطبق تحت هالمسمى فأكثر، ألا بإمكانها أن تنقل بشرط ألا ينزل نطاقها دون الأخضر من عمالة القطاع الخاص. ليس هناك عدد محدد، استطاعت أي منشأة نطاق أخضر نطاقها بلاتيني تنقل من العمالة الخاصة بشرط المتخلفة، بشرط أن لا يقل أن لا ينزل نطاق المنشأة هذه عن الأخضر. طبعا أن لا يتم نقل أكثر من 4 عمال كحد أقصى للكيانات الخضراء الصغيرة اللي ذكرناها سابقا اللي هي يسميها تطلع عندنا بالنظام حتى الآن المنشآت البيضاء، كذلك لا يمكن أن تنقل أكثر من 4 عمال من العمالة الخاصة بشرط أن لا يزيد بعد عملية النقل عن إجمالي العمالة عن 9 عمال. مرة ثانية للتوضيح إخواني المتأخرين، إذا عندها 7 بإمكانها تنقل 2، عندها 8 بإمكانها تنقل 1، عندها 2 فقط بإمكانها تنقل 4 فقط الحد الأعلى من العمالة الخاصة. يسمح للمتأخرين من المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ، هذا مهم جدا التاريخ 28/6/29، بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية. أي عمالة متأخرة من العمرة أو الحج قبل التاريخ 28/6 بإمكانه تصحيح وضعه عن طريق نقل خدماته إلى عمالة منزلية لدى الأفراد. طبعا هذا الإجراء زي ما ذكرنا سابقا أي إجراء فردي يكون عن طريق الجوازات، نقل من فرد إلى فرد يكون عن طريق الجوازات. أو كذلك بإمكان هذه العمالة المتأخرة عن المغادرة من الحج والعمرة نقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص. طبعا هنا إجراء مختلف عن الإجراء المتبع لكاتب العمل. أولا هذه الأعمال لابد من طريق الجوازات كإجراء سجل بيانات الوافد ثم التوجه لمكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة. طبعا الحج والعمرة الإجراء الأول يكون عن طريق الجوازات إذا الأمر مطلوب
للمقاتلين أو متأخرين عن حد الأمر. طبعاً في شروط معينة، نفس الشروط السابقة، لا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4. هذا شرط أساسي من التسهيلات اللي وضعت، إنه لا يزيد عدد العمالة عن الأسرة 4 بعد التسهيل، إجمالي العمالة السابقة والعمالة الجديدة. ليس المقصود إنك باستطاعتك الآن تنقل 4 خلال فترة الحملية، لا يزيد عدد إجمالي العمالة الموجودة عندك العمالة المنزلية عن 4 بعد عملية التصحيح. بالنسبة للمشاءات، أي إجراء، طبعا هذه المشاءات 10 فأكثر، النطاق الأخضر والبلاتيني، أي إجراء يؤدي إلى نزول المنشأة عن النطاق الأخضر لا يحق لك نقل، خلاص أنت تستطيع تنقل ما تشاء بشرط أن لا تنزل عن النطاق الأخضر. بالنسبة للمنشآت الصغيرة، طبعا تلاحظون يعني بعض التسهيلات فيها توضيح أكثر، تختلف في نوع التسهيل. لا يؤدي هذا الإجراء لنقل أكثر من 4 عمال وافدين، لو وافدين خاص بالحج والعمرة، في حد أقصى للكيانات الصغيرة جدا الذي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل. نفس ما ذكرنا سابقا، نقل العمالة المنشآت البيضاء، المنشآت الخضراء الصغيرة جدا لعدد عمالتها 9 فأقل لا يحق للمنشأة، سواء من العمالة الخاصة أو المتخلف عليه بلاغات فروض أكثر من 4 عمال فقط، كل الأحوال سواء كان صاحب العمل نفسه أو سعودي بآخر. طبعا هذه المنشأة قامت بتوظيف سعودي، شرط من الشروط الأساسية المنشآت هذه، وهذه كثيرة جدا الآن حنا مكتب العمل نواجهها. المنشآت هذه ما عندها موظف سعودي فما تستطيع تستفيد من الحملة. صاحب العمل يعني هذه المنشآت 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر، بأجل لا يقل عن 3000 ريال، شريطة لا يتجاوز أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل. أسم الملاحظات بعد العرض الرسمي. طبعا يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة، تعديل المهن، منشأة حمراء، منشأة صفراء، منشأة خضراء، بإمكانها أن تعدل المهنة خلال الفترة المحددة للتصحيح. تصحيح هذا وفق ضوابط المهن المقصورة على السعودية من خلال الخدمات الإلكترونية وزارة العمل. طبعا تعديل المهنة عن طريق موقع الوزارة مباشرة للمنشآت. أي منشأة أيا كان نطاقها تبي تعدل مهنة أي عامل لديها عن طريق الموقع بدون رسوم. أهم شيء يكون المهن علما بأن المهن المقصورة على السعودية، يعني لا يكون تعديل المهنة على إحدى المهن الموجودة عندكم أمامكم الآن اللي هي فقط المقصورة على السعودية. هذه واضحة جدا موقع الوزارة، تعديل المهن مفتوح الآن خلال فترة الحملة التصحيحية، يمكنك تعدل جميع أعمالك موجودة عندك عن طريق الموقع مباشرة، بشرط أن لا يكون التعديل على المهن المقصورة السعودية. طبعا بالنسبة للعمالة المنزلية، يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دون الرسوم خلال فترة التصحيح. طبعا تعديل المهن عموما بشكل عام من ضمن التسهيلات بدون رسوم، كل تعديل الآن تعديل المهن بدون رسوم، تعديل المهن بدون رسوم المنزلية وغير المنزلية. وتلاحظ التسهيل هنا موجود المنزلية وغير المنزلية. طبعا لا يوجد جنسية مستثناة من مهنة التصحيح، جميع الجنسيات مفتوحة، جميع العمالة التي تنطبق عليها فترة التصحيح، عليها بلاغ هروب، رخصة العمل منتهية، الإقامة منتهية،
جميع هذه العمالة أيا كانت الجنسية ممكن تصحيح وضعها خلال فترة الحملة التصحيح الحالية. لا يوجد استثناء من أي جنسية، جميع الجنسيات. طبعا خلال فترة الحملة التصحيح تعرفون في بعض الجنسيات محدد النسب 40% و20% و20% بعض الجنسيات. خلال فترة حملة التصحيح لا يوجد تحديد النسب، فقط الكلام هذا مقصور فيه على مهنة التصحيح، عمالة التصحيح فقط، ليس الاستقدام، فقط التصحيح. يعني بإمكانك تنقل الآن عمالة من جنسية معينة بما يتجاوز 60% 70% من عمالة. يعني تعرفون بعض الجنسيات، خاصة بعض الجنسيات وفق نظام الطاقات محددة 40% بعض الجنسيات، بعض الجنسيات 20%. الآن خلال فترة حملة التصحيحية لا يوجد تحديد للعمالة المصحح وضعها فقط، ما يوجد اسم أبدا. إن كانك تنقل أي، إن كان إن كانك تنقل كل أعمالك من جنسية واحدة الآن، بس نقل الخدمة وليش الاستخدام. نتكلم عن ما ينطبق عليها الشروط التصحيحية أو الحملة التصحيحية، التسهيلات اللي هي العمالة اللي عليها بلاغات، والعمالة اللي إقامتها منتهية أو رخصة العمل منتهية. طبعا في مجموعة من الأحكام العامة هذه توضيحية فقط للتسهيلات. التسهيلات الآن استعرضناها بالكامل، في أحكام عامة ممكن توضح بعض النقاط. طبعا كما تعرفون يعني ان تشغيل عماله وافده وتشغيل ونقل ايواء الوافد المخالف يعد مخالفه تعرض مرتكبها لعقوبه السجن لفتره تصل الى سنتين وعقوبه ماليه تصل الى 100,000. عن كل مخالفه تعدد العقوبات بتعدد الاشخاص المخالفين. طبعا هذا تنبيه لما بعد الحمل. تاخر الوافد المخالف عن المغادره يعرضه لعقوبه السجن والغرامه. طبعا الان المهله اللي امر فيها خادم الحرمين هذه مهله، فرصه حقيقه للجميع، سواء لاصحاب العمل أو حتى للعمالة بتصحيح وضع. فأتمنى يعني أنه يصحح الجميع وضعه خلال الفترة هذه. طبعا بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية كثير من يوجد من العمالة من يوجد عليه قضية أو له قضية. طبعا يتعهد صاحب العمل الجديد من استفاد من الحملة التصحيحية الذي انتقلت إليه خدمات عامل دون موافقة صاحب العمل. طبعا احنا ما نشترط موافقة صاحب العمل، احنا الآن ما نشترط صاحب العمل. إذا كان يوجد قضية يتعهد صاحب العمل خلال فترة المهلة التصحيحية بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج عودة خلال 3 أشهر من تاريخ النقل، نقل الخدمة. أي كان يستفيد من الحملة التصحيحية يجب أن يتعهد من خلال الموقع إذا تمت العملية أو من خلال مكتب العمل أنه خلال 3 أشهر لا يتم إعطاء العامل خروج نهائي أو خروج عودة. وفي حال سماح صاحب العمل الجديد للعامل المغادر خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية للعامل، أي التزامات مالية حقوقية للعامل. طبعا هنا يسمح للعمالة المنزلية، احنا طبعا ذكرنا في السابق العمالة المنزلية الغير نظامية اللي عليها بلاغ هروب وإقاماتها منتهية. الآن برضو هنا يسمح للعمالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص. هنا حتى السائق الخاص تصحيح للوضع. طبعا هذا ما ينطبق على العمل. هنا يسمح للعمالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقة صاحب العمل الحالي إذا الإقامة السعرية لا بد منها تناسب. هذه النظامية يسمح خلال فقط الفترة التصحيحية بأنها تنتقل من عامل خاص، سائق خاص إلى منشأة بشرط وجود تناسب. تناسب. نعم، الإقامة تسهل. هنا هذه طبعا العمالة المنزلية النظامية. طبعا يتم الإجراء هذا خلال مكاتب العمل عن طريق الموقع الآن. هذا الإجراء فقط يتم
أولا عن طريق مكاتب العمل. مسؤولية صاحب العمل، وهذه للتذكير، إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتان خلال فترة إقامة العامل على أرض المملكة، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، يمكنه من نقل خدماته إلى صاحب آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي. طيب بعد الحملة، أي إخلال تمنح العامل النقل بدون موافقة، أي إخلال بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل تمنح العامل النقل دون موافقة صاحب العمل الأصلي. طيب لا يمنع الوافد من نقل خدماته في حالة عدم تسليم صاحب العمل الوثائق. وجود الوثائق مع صاحب العمل القديم السابق هذه ما تمنع من نقل خدمات العامل إذا ينطبق عليها الشرط. الاحتفاظ بالجواز، الاحتفاظ بالإقامة، الإقامة منتهية عليه بلاغ هروب خلال فترة حملة التصحية، هذه ما تمنع من نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد. عن طريق الإجراءات النظامية ممكن استعادة كل هالوثائق. طبعا التسهيلات التصحيحية لا تشمل المنشآت اللي تم افتتاحها بعد 25/5. فتح ملف بالمكتب العمل. طبعا من الأحكام يمكن تصحيح أوضاع الأعمال الوافدة نقل الخدمة وتغيير المهنة وغيره بسهولة من خلال خدمات إلكترونية في موقع الوزارة. موقع الوزارة يعني الخدمات الإلكترونية ونقل الخدمة وتغيير المهنة متاحة للجميع. لو سمحت يا أخوان خلي أسئلة في الأخير، المداخلات راح تكون في النهاية في نهاية النقاش. نعلق على النقطة هذه ما في شيء. طبعا تتم آلاف العمليات عن طريق الموقع. لو سمحت يعني لا خلاص ما في شيء. طبعا يعني مكاتب العمل سواء منطقة الرياض والمنطقة الثانية سخرت جميع إمكانياتها حتى بداية الحملة يكون صاحب المنشأة أن تكون جاهزة لاستخدام الخدمات الإلكترونية عن طريق تفعيل المستوى الثاني. أي منشأة لابد أن تفعل المستوى الثاني حتى تستفيد من الحملة التصحية، حتى تستفيد مستقبلا من الخدمات الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة. نقل الخدمة مستقبلا كلها عن طريق الموقع. إجراءات كثيرة جدا الوزارة تتجه إلى أنه يكون عن طريق الموقع. فمن الشروط اللي هو لابد أن يكون فيه مستوى ثاني مفعال. طبعا يعني لا يخفى عليكم يعني تعليق على النقطة هذه، المستوى الثاني وكلمة المرور وكلمة السر مهمة جدا. يعني أخوان مكاتب العمل يعانون من المشكلة هذه. أصحاب المنشآت يجب أن يكون حريص جدا على لأن يعني بإمكانه استخدامه نقل الأمانة والنقل وتغيير المهنة بسهولة من أي شخص يملك الرقم السري حق المنشأة، لأنه هو تحت مسؤولية صاحب المنشأة أو من يفوضه، مسؤوليته مسؤولية مباشرة، وهذا مهم جدا حقيقة ويسبب مشاكل لأصحاب العمل ويسبب مشاكل المكاتب داخل المكاتب. من الأحكام العامة يمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي أن يقوم بنقل خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل. برضو ينطبق على كذلك الكلام هذا على عملية استثمار مستثمر أجنبي في حالة مغادرة المستثمر الأجنبي من المملكة وعدم وجود وكيل شرعي. طبعا هذا يخص قد يكون مشاركين معنا الآن الأخوة المستثمرين، إذا كان المستثمر غير موجود ولا يوجد وكيل شرعي أو مدير عام مدير المنشأة
ينطبق على الإمكان العام الوافد يعني المنشأة أن ينقل خدماته إلى منشأة آخر. طبعا هذه الحملة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، الحقيقة يعني قدمت مجموعة من التسهيلات ومجموعة من التعليمات واضحة في موقع الوزارة، واضحة في موقع وزارة الداخلية، واضحة في موقع وزارة العمل، كذلك يعني في بالنسبة لوزارة العمل مركز خدمة العملاء رقم الاتصال موجود على الشاشة. طبعا هذا أكيد أكثركم يعرف من تحديث رفع النسب في نطاقات، كذلك يمكنك الآن البحث عن السعوديين الباحثين عمل عن طريق طاقات وتوظيف الكتروني، هذه المواقع مهمة جدا. كذلك العمالة الوافدة، بإمكانك البحث عن عمالة وافدة المقيمة حاليا الجاهزة لنقل خدمات إلى منشآت من خلال هذا الموقع إذا ترغب. يعني يوجد من العمالة الكثير خلال هذا الموقع، هذا يمكنك الاستفادة من خلال فترة التصحيح بنقل خدماتهم إلى منشآتك. طبعا هذا مسار توضيحي عن طريق موقع الوزارة يكفينا لأصحاب العمل الاستفادة من التسهيل. هذا بالنسبة للعرض، شكرا لكم. استعدادات مكاتب العمل منطقة الرياض للحملة التصحية، يوجد مدينة الرياض طبعا مكتب العمل الرئيسي له شارع خالد بن الوليد، هذا يعمل من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء، فترة تصحية من الساعة 3 عصرا حتى 9 مساء. هذا مركز العمل الرئيسي. عندنا مكتب العمل الصناعية الثانية يستمر العمل فيه إلى الساعة 6 مساء. عندنا فرع أو مركز خدمة على الشفا، نعم، برضه يستمر العمل فيه إلى الساعة 6 مساء. عندنا كذلك فرع النفل مخرج 6 أعتقد من جنوب المرور، برضه يستمر العمل فيه إلى الساعة 6، كلها لخدمة الحملة التصحية. كذلك يعني اللي خارج الرياض جميع مكاتب العمل منطقة الرياض تعمل في الفترة المسائية لتقديم الخدمات للعملاء والتسهيل لهم خلال فترة الحملة التصحية. أتمنى إن شاء الله أن يكون ما يقدمه مكاتب العمل يكون يرضي العملاء، وإن كان الأعداد كبير جدا يعني راجعون يفدون المكتب العمل، ولكن الحمد لله يعني الأمور تمشي بشكل. أشكر لكم الحقيقة، أشكر هالحضور الجيد الحقيقة اللي ما فرصة الحقيقة أن نوضح لهم خلال الفترة أو الحملة التصحية. شكرا لكم. بسم الله، مثل ما طلب الضيف الكريم أن تكون الأسئلة مخصصة للمهلة التصحيحية فقط وفي اختصاص وزارة العمل. سنبدأ بالأسئلة المكتوبة ثم نبدأ في المداخلات، نرجو أن المداخلات كل مداخلة لا تزيد عن دقيقتين لتاحة أكبر عدد ممكن. تفضل أستاذ عبد الله. السؤال الأول، هل يجوز تصحيح وضع العامل الذي تجاوز عمره 60 سنة؟ تفضل. طبعا أنا في نقطتين بس أنا الحقيقة ما علقت عليها. أولا اللي على يساري الزميل أحمد المطوع مدير عام مكتب العمل بالرياض شاركنا مع الحضور اليوم، فأنا نيابة عنكم أرحب بالأخ أحمد وإن شاء الله يشاركنا بالحضور. الشيء الآخر إضافة الحقيقة أن يبدو فيه قسم نسائي وكذا، في عندنا برضه القسم النسائي بمكتب عمل الرياض شغال خلال فترة التصحية إلى الساعة 5:30 يشارك بالحملة التصحية للأخوات. السؤال الأول، هل طبعا يجوز تصحيح وضع العام أكثر من سنة؟
يجوز تصحيح الوضع العامل إذا لا يوجد الآن ما الذي تجاوز عمره 60 سنة. لا يتجاوز ولا يجوز؟ الذي تجاوز عمره 60 سنة. إيه لا لا بالنسبة لحمل التصحيح لا يجوز. لا يجوز ما يخص التصحيح العامل لأكثر من 60 سنة. السؤال الثاني، هل يمكن للمنشآت التي أنشطتها نسائية ويملكها نساء من الاستفادة من العمالة الرجالية التي ترغب تصحيح وضعها؟ أرجو يعني توضيح بس هنا وش النشاط وش العامل؟ نسائي، إذا كان خياط نسائي في عامل تملكه المرأة. إذا خياط نسائي تملكه خياط عادي ها؟ توضيح النشاط بس. يجوز إذا يجوز إذا تملكه مرأة. نعم يجوز. أرجو بعض الأسئلة خاصة تحتاج تفصيل أكثر مهم مطلقة. طيب هذا تساؤل يقول لماذا كل هذه التسهيلات التي قدمت العمالة وافدة ولم تقدم لملاك المنشآت السعوديين؟ كلها التسهيلات مقدمة لملاك المنشآت السعوديين، كلها مقدمة لملاك المنشآت السعوديين. طيب سؤال آخر يقول تم ملاحظة تعطل الحاسب الآلي في التأمينات أكثر من مرة مما غير لون نطاق المنشأة من أخضر إلى أحمر، وبالتالي يقع غرامات تجديد الإقامات على صاحب المنشأة، فكيف يتم تعويضه؟ أعتقد السؤال موجه للتأمينات. طيب السؤال موجه للتأمينات. يا ريت تسجلها ملاحظة في النهاية تشارك فيها. راح يترك يسمح المجال بالمايك بعد قليل. السؤال الرابع، اختلفت ردود موظفي مكتب العمل بخصوص عدد الموظفين السعوديين المطلوبين، هل هو 1 أو 2 لمالك المنشأة الفردية الذي لم يتجاوز عدد عمالتها المسجلين على السجل المدني لمالكها عن 4 تشمل مختلف الأنشطة والفروع ولديه محلين حلاق فيه عاملين وتوميات فيها عاملين؟ يا أخوانا إحنا نتكلم فقط عن الحملة التصحيحية. إحنا طبعاً في تفصيلات. طبعاً السؤال عامل واحد أو سعودي واحد كافي لأي سجل تجاري. طيب هل أقل من 9؟ لكن أرجو أن الأسئلة مختصرة فقط أو مختصرة على الحملة التصحيحية. نعم. هل تعد مخالفة أن يعمل العامل لدى شركة شقيقة كفيل شريك فيها؟ هل تعد مخالفة أن يعمل العامل لدى شركة شقيقة كفيلة شريك فيها؟ أي عامل يعمل حتى لو شقيق أو أخ. السؤال طبعا إذا على فهمي السؤال عندها عدة شركات، شركة مثل الشركة القابضة يعني. إذا كان في السجل التجاري شريك له فأعتقد ما فيها أي إشكالية في عقد التأسيس. نعم ما دام شريك جزء من الشركة ما في إشكالية. برضو نطلع على إذا كان موضح إنه شريك للمنشأة ما في إشكالية. هي بس كلها خارج الحملة. نعم ها إيش عفوا الإخوان حسب ما فهمت إن عندهم شركات شقيقة، هل يرغبون هل ينقلون كفالتهم من شركة إلى شركة أم لا؟ صح السؤال ولا لا؟ ها بس عشان نوضح هل الشركات الشقيقة هذه لها رقم 700 مختلف عن الأخرى؟ هل يجوز؟ شركة. ها؟ إيه عشان بس السؤال يكون واضح. السؤال نعم واضح. يعني ما يجوز. فرع منه لا. إذا كانت فرع نعم يجوز. أما مستقلة لا. يعني إذا كانت على نفس رقم 700 يجوز. فروع نعم. حتى وإن اختلف النشاط؟ لو اختلف النشاط ما دام الأساس 701. عنده يتبعه مجموعة فروع. نعم ما في إشكال. نعم اختلفت اللي هي المنشآت هذه شركة 700 هذه 700 أصبح مستقلة. إيه يعني إذا كان رقم 700 يختلف هذا شريك. نعم إذا اختلف 700 إيه أصبحت شركة مستقلة. أصبحت شركة مستقلة كل واحد يختلف بس عشان نوضح الصورة. كان شركات هل يجوز تغيير المهنة من سائق عام
أو عامل بناء إلى سائق خاص لدى نفس الكفيل؟ لا، نفس الكفيل لا يجوز. من سائق عام إلى سائق خاص لا يجوز. نفس الكفيل. حتى عام. نعم لا يجوز. لا يجوز. هنا يجوز. يجوز. لكن العكس لا يجوز. من منشأة إلى فرد لا. لا يجوز. أما من. أساساً تعديل الرسم، تعديل المهنة بألف ريال، ما في ألفين. لا الآن معفية من بداية الحملة. هذا موجود، هذا الحملة. نعم معفية، معفية من الرسوم. أصلاً ألف ريال، سدة ألفين ريال. معفية من الرسوم. تعميم معفية من الرسوم. ألفين يا أخوان، ألفين هذه نقل كفالة وليست. أتكلم عن شخصين اللي هي ألف ريال كانت التعديل ومعفاة من الرسوم. لو سمحت بنجي المداخلات، لو سمحت بنجي المداخلات بعد شوي بس خل. السؤال الأول، ورد تناقض واختلاف فيما ورد بين الضوابط والأسئلة العامة التي بالموقع. السؤال، ورد بالفقرة 3 من الضوابط أن الحملة لا تشمل المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير نظامية أو شرعية. والسؤال رقم 9 من الأسئلة العامة، وردت الإجابة بأن الحملة لا تشمل من هم على زيارة عمل. وفي السؤال رقم 12 من الأسئلة العامة، وردت الإجابة بأن الحملة تشمل تصحيح الأعمال المتخلفة والمتغيبة ذوي الوثائق الرسمية، منها جواز السفر وتأشيرة الدخول. يقول في تناقض ما بين الضوابط والأسئلة العامة. هذه الأسئلة العامة من الموقع، ضوابط الفقرة 3 من الضوابط. نعم. ومع مع السؤال رقم 9. السؤال رقم 9. نعم. وفي السؤال رقم 12. لا يجوز طبعا الضوابط الإعلان والإعلانات، هذه اللي يقرت المتسللين لا يشملهم الحملة التصحيح. في ال. لا تشمل. هنا هذه الضوابط هي اللي قررت وين ماشين عليها. ورد في الإجابة على السؤال 13 من الأسئلة العامة شمول الحملة للمتخلفين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة ويقومون بالعمل في القطاع الخاص أو كعمالة منزلية، وأن بالإمكان نقل خدماتهم إلى فرد أو منشأ. والسؤال، هل هذا وفق ما ورد بالفقرة 6 من الضوابط أي للمتخلفين من الحج والعمرة قبل 28/6 عام 29، أم يشمل جميع المتخلفين من الحالتين الكورتين دون استثناء؟ نعم يشمل. نعم لا قبل 28/6 29 يشملهم. أنا أرجو بس يعني إخوان هنا. لو سمحت يا أخي. يا أخي الكريم لو سمحت أنا عشان ما تأخذ وقت الآخرين بعد نعطيك المداخل أول واحد أنت إن شاء الله، بس خلي الأسئلة تمشي كلها. السؤال الثالث، ورد في الإجابة على السؤال 13 من الأسئلة العامة حول شروط المنشأة طالبة نقل الخدمات من إمكانية تعديل المهن فيما عدا المهن المحصورة على السعوديين بقرار مجلس الوزراء. وفي الإجابة على السؤال 17 ورد حصر للمهن المقصورة على السعوديين، والملاحظ أن بعضها لم يرد ذكره في قرار مجلس الوزراء رقم 50. طبعا صلح المفاتيح والتخليص الجمركي وكتبة الشكاوى وعلي، فما هي صحة المهن المقصورة على السعوديين؟ طبعا المهن هذه حدثت بعد قرار 50 الموجود على الموقع هو بعد التحديث. بعد ما في شكل. ورد بالفقرة 7 من الضوابط أنه لا يتم. الحين جاي الدور عليه. في أسئلتنا أسئلة وردتنا عن طريق الإيميل. طيب. هل السؤال، هل عقود مقاولين الباطن في نفس مجال هل عقود مقاولين الباطن في نفس مجال المهنة النشاط كله؟ اللي سأل السؤال أخوان. الأسئلة التي كثرت يقول في مواقع المشاريع لما ينفتش يدخل عليهم يلاقي مصنع ألمنيوم ولا مصنع تكييف عمالته موجودين
كفالتهم تبع المصنع على غير المقاول الرئيسي، هل تعتبر هذه مخالفة؟ يوجد عقد أساسي. نعم، إذا كان في عقد أساسي جميل. يوجد عقد خلاص يوجد عقد خلاص عقد خلاص انتهى يوجد عقد، لكن فرق انه تشغيل عنه. اذا كان تشغيل اذا يوجد عقد خلاص. طيب السؤال إذا يوجد عقد خلاص. سؤال، هل يوجد لدينا ملف سابق والمؤسسة انتقلت ملكيتها، هل يتطلب التحديث هل يلزم الشطب أم التحديث يكفي، ولماذا يلزم إفادة من وزارة العمل بنقل الملكية ما دام النقل والاسم الجديد بالسجل؟ الأعمال تنقل عندنا، إحنا الأساس، هل نقل الأعمال اللي عندنا؟ يا أخوان اللي سأل السؤال تفضل. جميل، لا مو بصحيح، ما تشطبه، لكن إذا كانت الرخصة مشطوبة، إذا كان رخصة الأساس اللي كانت بني عليها من البداية موجودة ما عنده مشكلة. بعدين يا اخوان الحملة التصحيحية للعمالة وليست المنشآت. المنشآت تصحيح وضع المنشأة كان من عام 32 و33 و34 الان شغالين عليه. يعني مو يقول لي الان بصحح منشأتي. التصحيح الان للعمالة. اذا كان من البداية اساسا الملف الموجود في مكتب العمل او وزارة العمل مبني على الرخصة نفسها وضعه سليم. اما يقول والله انا شطبت الرخصة هذه ابغى اروح اشطب بجيب رخصة اخرى ما يقبل معه النظام. نقل ملكيتها، نقل السجل التجاري، ونقل السجل التجاري صحيح يجي ينقل هنا كامل، يكون ملفه تحت الإجراء وينقل إلى ملف آخر تحت الإجراء وينقل إلى مالك جديد ونقل طيب. كفالة يفتح ملف على أساس الآن قلنا أغلق الأول، انتهى الأول، كنت تحت الإجراء وتنقل إلى سجل ملف جديد. سؤال آخر، عند سداد رسوم رخصة العمل لا يتم إرسال رقم السداد مباشرة ومعدة أيام ما يعرض الغرامات التأخير. تقنية المعلومات في تقنية المعلومات، لكن ما يحدث فيه إلا إذا كان عنده مشكلة في الجهاز أو معه نفس نظام عنده الجهاز معلق معه. حالة فردية. على الرغم إنه معه مهلة 15 يوم. سؤال آخر، في حالة إلغاء الهروب وطلب نقل الكفالة تطلب الجوازات خطاب من مكتب العمل موجه إلى إدارة الوافدين ويرفض مكتب العمل بحجة أن العمل إلكتروني. طبعاً هذا انتهى الكلام، هذا يمكن الكلام هذا كان يمكن قبل أسبوع أو 10 أيام، الآن خلاص يعني ما أحد يراجعنا بطلب الخطاب. الحقيقة يعني أي عملية نقل خدمة تتم عن طريق الموقع البلاغ يسقط مباشرة، ما يحتاج حتى تلغي البلاغ، البلاغ يسقط مباشرة ويظهر عند الجوازات وتتم العملية بالآلاف الآن بينه وبين الجوازات، ولا حد يطلب خطاب ولا نعطي أي خطاب. لا من فترة كان في إشكالية عندهم في تقنية المعلومات والآن تحدثت يوميا. نعم. سؤال آخر، سائق خاص نقل على منشأة هل يستطيع أن يعدل المهنة إلى اختصاص تسويق؟ نعم، إذا مهم من المهن الموجودة هنا المقصورة على السعوديين ممكن. إذا كان هناك سائق خاص يجوز تغيير مهنته إلى فني حاسب آلي مع العلم بأن مع شهادات مصدقة؟ ما يمنع إذا واضح الكلام هنا مهنة مقصورة على السعوديين مساعد. ما يمنع تغيير المهنة لأي مهنة كانت ما عدا المهنة الموجودة هنا فقط. ما هو السائق الخاص؟ سؤال آخر، ما هو وضع العامل الذي يعمل لدى كفيله على غير مهنته بعد المهلة؟ يعني هذا ينطبق عليه
ما كان في السابق. نعم احكي. ما كان في السابق يعتبر مخالف ولا لا؟ مخالف المادة 36 نظام العمل. سؤال آخر، هل يجوز نقل كفالة السائق الخاص بوكالة شرعية من كتابة العدل من الكفيل إلى مكتب التعقيب الذي يقوم بإجراءات نقل الكفالة؟ الآن خلال الحملة نعم نعم، يعني وكالة شرعية نعم يجوز. سؤال آخر، عامل قدم إلى المملكة بفيزة عمل ولكن لم يستطع الحصول على الإقامة لكون كفيله بالخط الأحمر النطاق الأحمر يقصد، هل يشمله التصحيح ويحصل على إقامة؟ نعم يشمله التصحيح. جاوز 30 يشمله التصحيح. طبعاً التصحيح يشمل العامل اللي ثلاث شهور ما صاحب العمل حقه ما طلع له إقامة، ممكن العامل إما طلب الخروج النهائي أو طلب بحث عن صاحب عمل جديد ونقل خدمته. لماذا لا يتم احتساب السعودي فورا في نطاقات سعودة؟ لماذا لا يتم احتساب السعودي؟ يا أخوان الآن المدة الآن وصلت إلى 52 أسبوع، لأنه يسجله اليوم ويأخذ عليه العمالة ويجدد الإقامات ويتركه يترك بكرة يقدم أو ينهيه من التأمينات. طبعاً هذا الحاصل. طبعاً يعني اللي حصل عندنا. يا أخوان. طبعاً يعني طبعاً اللي بيستفيد من الحملة يفترض. وهذا الأساس أن صاحب العمل اللي من سنوات ماضية كان نظامي معنا، هذا يستفيد من الحملة بالدرجة الأولى، يعني من سنة ونص يدفع وموظف سعوديين ونطاقه، فهذا يستفيد من الحملة بالدرجة الأولى عندنا. أنت تستطيع من الفترة من الحملة التصحيحية بنقل خدمة أي عامل بما لا ينزل نطاقك عن الأخضر. يا أخوان قلنا بالبداية الحملة التصحيحية للعمالة وليست للمنشآت. الآن الوضع التصحيح توقف، لأنه عندي الآن تصحيح وضع عمالة. أنت كنت في الأخضر المنخفض، معناته أن احتياجك هذا العدد الموجود كان هذا احتياجك من العمالة. قسم النساء لو سمحت. أعرفي بنفسك لو سمحتي. لا أعتقد، يعني هل المهلة ذي يعني
زي ما ذكرتكم، قد يكون تكافئ من كان وضعه نظامي بالسابق. يعني اللي كان وضعه النظامي والسعودة عنده في السابق بشكل سليم، هذا لكن طيب لو سمحتي المنشآت هذه، المنشآت قبل الحملة ليش ما صححت وضعها؟ يعني معظم المنشآت كان وضعها سليم وعندها السعودة ممتازة واستفادت من الحملة، واستفادت من الحملة. لا إذا 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 عندك مش إذا عندك بالنطاق الأصفر أو بالنطاق الأحمر وضعك مو صحيح. المنشأة اللي نطاقه أخضر هي اللي تستفيد من الحملة التصحيح. لا وصلت معلش، مو بالسواد الأعظم، معلش يا أختي، مو بالسواد الأعظم، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. سؤال آخر أخوان لو سمحت، نلتزم الهدوء على أساس الفائدة تعم على الجميع. احنا بنطرح أسئلتكم الآن بين أيدينا. خلاص الحمد لله يا أخي، وصلت الحد يا أخي. الآن يا أخوان خلونا نبدأ بالأسئلة المكتوبة بسرعة، يجاوب عليها المسؤول. لا أسئلة يا أخوان، الأسئلة المكتوبة بسرعة ثم نرجع مداخلات. سم بعد قليل بمرر عليكم اللاين. السؤال الثاني، لماذا يسجل منشأة الاستثمار باسم المفوض السعودي وليس باسم المستثمر، حيث أنه عند فصل السعودي يتم إغلاق الحاسب الآلي؟ يا أخوان لو سمحت نلتزم الهدوء. الأسئلة اللي بين أيدينا هي أسئلتكم. يا أخوان لو سمحتوا عشان الفائدة تعم على الجميع. أنا قلت لكم الأسئلة مختصرة على الحملة، يعني أسئلة يعني أساس الوقت. ما هي سؤال هنا، ما هي الرسوم المستثناة من الحملة التصحيحية؟ ما هي الرسوم المستثناة من الحملة التصحيحية؟ نقل الكفالة أم تغيير المهنة أم رخصة العمل؟ الرسوم المستثناة تعديل المهنة، رخص العمل اللي طوفت أو تعدت، رخص العمل اللي انتهت من التطويف، فترة التطويف. أما اللي مجبر عليه اللي هي نقل الخدمات الألفين معفاة. بالنسبة الرسوم والغرامات، الرسوم الخروج النهائي معفاة من الغرامات والرسوم الخروج النهائي، لكن نقل الخدمة معفاة من الغرامات وليس الرسوم. لو سمحت يا أخي تسألوا فالغرامات فقط للنقل الخدمة، لكن الرسوم ما تعفى. تعفى الرسوم والغرامات خاصة بالخروج النهائي فقط. طيب هنا سؤال، لماذا يجب على من يراجع مكاتب العمل بالرياض الحضور من الساعة 6 صباحا ومسك الطابور، ومن يحضر بعد الساعة 9 صباحا لا يتم خدمته بحجة أنه لا يوجد أرقام؟ الآن نستمع الإجابة. وصلت الفكرة، وصلت المعلومة. تفضل الآن الضيف بيرد على الجواب. ما عادش تسمحون لنا شوي يعني. أبشر. أنا أعرف الإقناع صعب يعني وأعرف ما يعني، أنا ما كملت سنة في مكاتب العمل والإقناع شوي في صعوبة، لكن إن شاء الله أن نبدأ يعني، وإن كان اللي راجعونا على طول يحسون بالتغير، ما في شك إنه عندنا أعداد كبيرة جدا تراجع مكتب العمل بالذات الرئيسي، يعني يصل حوالي 10,000 شخص باليوم، هذا كأعداد، فطبيعي بيكون عندنا عملية انتظار
ما يمكن واحد يجي المكتب العمل وينجز مباشرة. هذا لحظة شوي يا أختي. فحنا خلال فترة حملة التصحية يعني إذا 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 عميل بيجينا مثلا من الساعة 12 وحنا نبدأ الساعة 3 يعني حنا ما نستطيع رد أحد الصراحة. حنا جهزنا لهم المكان، جهزنا أطقم كاملة في مكتب العمل لخدمتكم، يعني موظفي مكاتب العمل أعتقد بالمملكة كاملة ومكتب الرياض يعملوا من الساعة 8 إلى 9 مساء. عموما الأرقام، أنا أقدر الكلام هذا، الأرقام الموجودة تدل على الإنجاز. يعني يعني أرجو يعني الحالات الخاصة يعني لا تعمم، لكن يوجد تنظيم، وإن كان يعني في بعض الخلل طبيعي مع وجود الزحمة، مع وجود الأعداد، مع وجود التغيرات الكثيرة جدا، لكن حنا يعني ونعدكم إن شاء الله إنه نحاول نطور مكاتب العمل بشكل طيب أفضل من هالشكل الموجود. الآن مداخلة بس من القسم النسائي. وصلت الفكرة أستاذ، شكرا. لا 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 لحظة، لا قسم النساء لو سمحت. وصل السؤال، وصل. تفضل. طبعا ثلاث أسئلة. بالنسبة للتمديد يعني هذا يعني متروك للوقت إن شاء الله، ما يعني إجابته عند اللجان المنظمة والوزير. بالنسبة للإعارة لا يوجد، أول مرة أسمع إعارة، الكلام هذا غير موجود، غير موجود الإعارة، غير موجود. خلنا نختصر وش الإجابات المكتوبة لو سمحتوا، الأسئلة المكتوبة تفضل. لا طبعا هذه الحالات المسموح فيها للتصحيح. المنشآت البيضاء، سؤال هنا، المنشآت البيضاء التي وظفت أكثر من 3 سعوديين، هل يلحق لها نقل أكثر من 4 عمال؟ لا طبعا نطاقها منشأة بيضاء لا يحق إلا نقل 3-4 عمال فقط. المنزلية طبعا المنزلية عموما لا، انت اذا سعوت طبعا كل سبت يصير تحديث على النظام. لو صار تحديث اي انت عندك 4 سعوديين طبعا ممكن تتغير السبت، اي سبت تصير من ابيض الى اخضر.
تستطيع تغير تنقل كفالة زيادة، لكن منشأك دائما منشأة بيضاء ما تستطيع تنقل إلا 4 عمالة منزلية فقط. سؤال آخر، غالبية من يرد على هاتف 920173 ليسوا لديهم المال الكافي أو صلاحيات هاتف الخدمة. طبعا التأمينات 3 أشهر جاوبنا عليها، طبعا هذه مدة ال هو كان في هناك لو سمحتوا لي بس كان في هناك ملتقى مع قيادات وزارة العمل قبل 3 شهور، والأخ اللي في التأمينات وضح قال إنه العامل السعودي إذا سجل يحتاج إلى 3 شهور، وأيضا حينما تفصله من التأمينات تحتاج إلى 3 شهور، فهو يدخل تدريجيا ويخرج تدريجيا. هذه كانت إجابة مسؤول التأمينات. طيب سؤال آخر، ما هو وضع العامل التي تحمل شهادة ميلاد سعودية من أم سعودية، هل تحسب في السعودة؟ هذه لها نظام، هذه لها نظام وصدر وموجود على موقع وزارة العمل. نعم. نكرر الأسئلة فقط في المهلة التصريحية. المنشآت الصغيرة لماذا لا يستطيع نقل خدمات سوى 4 فقط ولا يسمح النظام؟ كيف أزيد العدد النشاط مقاولات والعدد أقل من 10 عمال؟ طبعا نفس الأسئلة تتكرر على نفس النقطة هذه، مجرد ما يتغير نطاقك من الأبيض الأخضر استطاعك حتى أثناء الحملة. طيب سؤال، هل يعتبر السائق الخاص يعمل لدى الكفيل ذاته في المنشأة مخالفة أم لا؟ نعم. سؤال آخر، نقل الوافد بين المنشأة الرئيسية وفروعها وفروع لها نفس الرقم بطاقته، هل يعتبر نقل العامل، هل يعتبر نقل الكفالة ويتطلب ذلك منشأة صغيرة أم لا؟ داخل الكيان يمكن له النقل، أما من كيان إلى كيان آخر لا، غير مسموح. داخل كيان تنقل من مقاولات إلى تجارة ما يسمح. إذا رفض، سؤال آخر، من مقاولات إلى مقاولات نعم. إذا رفض صاحب العمل نقل كفالة العامل لديه إلا بمقابل مادي، فما هو الإجراء حيال ذلك؟ إذا إقامته سارية إحنا ما نقبل نقل خدمة إلا بتنازل. إذا إقامته غير سارية أو عليه بلاغ هروب ما نحتاج الكفيل صاحب العمل الأول. لا السؤال، الكفيل يطلب منه فلوس. يا إخوان هذا مو خارج عنا. احنا يعني الان جان عندي في المكتب او له العامل عليه قضيه بينهم بالعقد اللي متفق عليه، لكن اذا جاني الوافد ما مبلغ اللي يدفع او خارج عن اراده المكتب. يا اخوان اقامته ساريه ولا ساريه المفعول؟ ساريه لازم تنازل. طيب كفيله بحاجته لازم تنازل. لو سؤال اخر، لو قام العامل بتعمد انتهاء الاقامه لكي يقوم بنقل كفاله المنشاه اخرى، فكيف يمكن لصاحب العمل تلافي هذه المشكله؟ الكفيل معه 90 يوم مهله، خلال ال3 شهور الاخيره يمكن يجدد الاقامه، ليش ينتظر الى اخر يوم من هال90 يوم؟ طيب بس السؤال عشان اوضح السؤال لو سمحت، صدر تصريح من أحد مسؤولي وزارة العمل أنه في حال انتهاء إقامة العامل مباشرة يحق له نقل كفالة. ماذا لو كان العامل لم يسلم إقامة الكفيل التجديدة واحتفظ بها لديه لكي يتعمد انتهائها ويستطيع نقل كفالة على من يرغب، فما هو الحل في هذه الحالة؟ أعتقد أنه يمدي أنه يطلع إقامة عن طريق الجوازات لو كانت الأولى، لا نص هذه خارج حد كان فيها كشف طبي، بعض الاحيان يتطلب كشف طبي، بعض الاحيان يتطلب وثائق. ما يتطلب كشف طبي نقل عند الاصدار. الاصدار نعم نعم، اذا لم يتقدم العالم بطلب الاصدار والان حتى مربوط الكترونيا. الانسان راح يعطيكم المجال القسم النسائي. تفضلي. تأييد يحتاج تأييد من وزارة لا والتأييد من وزارة التربية والتعليم. تأييد من وزارة التربية والتعليم. نعم. نعم. طيب السؤال الثاني، جاء إنه عمل إقرار عمل المرافقين والمرافقات للأعمال الوافدة النظامية في المملكة بديلاً عن الاستقدام من الخارج إذا تعذر شغل الوظائف السعوديين السعوديات وفقا للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، على أن يجتاز اختبارات الصلاحية المقررة لدى وزارة التربية والتعليم، إيش عن هالقرار؟ احنا ذكرنا يا أختي الكريمة أن ملتقانا الآن مخصص للحملة فقط مثل ما طلب الضيف الكريم، ولن تقبل أي أسئلة في غير موضوع الندوة.
لا لا نعم يجب تكون الأسئلة منصبة. والمركز الإعلامي الآن في وزارة العمل بلغني جميع الأسئلة التي كتبت الآن ستجدون إجاباتها بعد بكرة على تويتر وعلى فيسبوك تبع الوزارة، فهي كلها يتم الإجابة عليها بالتفصيل. طيب جميل، الآن أغلب اليوزرات وجدناه أنه يفتحها مكاتب خارجية، تسأل صاحب ونقل كفلات دون علم أصحابه، يقول لك أنا اللي سوالي الموقع مكتب ما أدري وينه أو معقب وانهيت خدماته، خلاص انتهى من عندي. فاليوزر معه نقل خدماته سوى تنازل دون علم صاحب المنشأة، هذا اللي الآن ألزمنا أنه يجي صاحب المنشأة هو فعلا إقرار نفسه نعم أنا اللي بعدل أو بطور المستوى الثاني. طيب نفس اليوم في حال، لحظة أستاذي، في مشكلة عندك، المشكلة تكون فردية، أغلب الناس يكون بنفس اليوم تعدل المنشأة، في حالة أنه يكون أنا جيت سجلت المفوض سين وجاني صاد هو اللي جاب بطاقته يبي يسوي الترقية للمستوى الثاني، هذا يختلف، خلاص ما يتعرف على الجهاز. سؤال الفرع النساء القسم النساء تفضلوا. السلام عليكم، إذا إحنا أمام معاد غادي رنجش بنكريات أول تفسر، إذا أنا متعاقدة مع شركة صيانة وتنظيف وتشغيل وعندي عمالة بتنظف المباني، هل هذا يعتبر صحيح ولا غير صحيح؟ يوجد عقد طبعا، ها إذا يوجد عقد صحيح، إذا يوجد عقد بين البنك والشركة التشغيل والصيانة صحيح كلامها. المراقبين موجودين عندنا وبيشتغلوا معنا وفق عقد بينكم وبين الشركة. يا اختي معلش بس يوجد عقد، اذا يوجد عقد خلاص سؤال كافي العقد. سؤال اخر بالنسبه للمنشات المتوسطه، اذا تم تسجيل المعامله عن طريق مكتب العمل بالخدمات الالكترونيه خلال فتره تصحيحيه ولكن لم نستطع من تكمله الاجراءات مع الجوازات نظرا للضغط، فهل يمكن اتمام الاجراءات بعد فتره تصحيحيه؟ نعم ان شاء الله إن شاء الله. طيب. يعني دخل الحملة التصحيحية بإمكان نكمل. سؤال آخر، زوج المواطنة عند عمله مع غير كفيلة، هل يطبق عليه نظام العمالة الوافدة علما بأن كفالته على غير زوجته بغض النظر عن مهنته؟ طبعا المرافقين لهم تنظيم يختلف خارج الحملة. مؤسسة عدد العمالة الوافدة لديها 3 سعوديين، هل يحق لها نقل عمالة تصبح أكثر من 10؟ طبعا ثلاث سعوديين اذا بنطاق الابيض ما يحق لها اجمال الاعمال يصير اكثر من 9. طبعا نعم هل طبعا اذا استخدمت تتحول من الابيض الى اخضر باستطاعتك نقل ما تشاء. سؤال اخر، اقل من 9 يقف عند 9. سؤال اخر، العاملين الذين لديهم بلاغات هروب وترغب المنشأة بنقل خدماتهم واقامتهم منتهيه الصلاحيه، ما هي الاجراءات المطلوبه؟ هل العاملين على نفس صاحب المنشأة؟ اذا هم على صاحب المنشأة يرجع مباشره. نمتلك شركتين وهم نفس الملاك، كيف نصحح اوضاع العاملين بالشركتين برسوم نقل الكفاله بالرغم هم نفس اصحاب الشركتين؟ مختلف. انتهى نفس الإجابة الأولى. إذا كان رقم 700 مختلف. شركتين مختلفتين. سؤال آخر، فترة التسهيلات يعتبر مخالف. سؤال آخر، يعتبر مخالف لأن هذه مؤسسة وهذه شركة، هذا رقم بطاقة مستقل بنشاط آخر وهذا رقم 700. ما أنا ما أتكلم عن المالك الآن، النشاط اللي هو جابه له واستخدامه له الآن. أجيب سائق خاص واستخدمه وشغله في المنشأة، هذه الحملة اللي من أجله. فترة ما شغلته في نفس مهنته، هو أساسا على مقاولات. سؤال آخر، وأنتم شغلوا الآن تجارة. فترة التسهيلات ضيقة بالنسبة لمراكز الجوازات ومكاتب العمل والجميع يريد تصحيح الأوضاع ولكن الزحمة في الجهات المختصة، فما الحل؟ الله يعيننا ويعينكم صراحة. يعني حنا تعرفون يعني وصلنا حوالي سؤال آخر 500 ألف يعني صححنا.
تأخر تفعيل الخدمات الإلكترونية حيث سلمنا جميع الأوراق اللازمة للوصول إلى الخدمة الإلكترونية ومكتب العمل وفي الهيئة منذ أشهر، وموعدنا غدا ترقية لمستوى. سؤال آخر، ترقية لمستوى لماذا تطلبه ولا يضاف آليا؟ سبق الإجابة. تفعيل الخدمات الإلكترونية، الكثير يشتكي من تأخر تفعيل الخدمات الإلكترونية. تفعيل الخدمات الإلكترونية قلنا خلال 24 ساعة، لكن المشكلة إذا كان المفوض غير صاحب اللي جاي فعال. لو سمحت. سؤال آخر من قسم النساء، تفضل. تفضلوا. برضو لازم خارج نطاق الأسئلة لو سمحتوا. نبغى نركز في موضوع اجتماع اليوم فقط اللي هي الإجراءات. نعم يحسب. نعم صحيح يحسب. نعم مش تعتبر منشأة بيضاء. صحيح تحسب منشأة. يا اخوان نبغى نوحد بس الاستماع. وصل السؤال. طبعا ما بعد انتهاء الحملة لن يسمح للعمل ما يخالف السعر. أخا بنقل سعرك يا أخي. بالنسبة لسؤال الأخ، طبعا أنت منشأة بيضة ينطبق عليك ما ذكرنا منشأة بيضة. الآن يحق لك تنقل 4 منشأك مخالفين 4 دامك منشأة بيضة. هو يتكلم عن صعوبة في تسجيل مالك المنشأة واحتسابه ضمن نطاق السعودة في المنشأة. لا يوجد أي صعوبة. أن التأمينات لا تسجله، لا تسجل مالك سجل المنشأة. ينزل مباشرة ما يحتاج. ينزل مباشرة. طيب سؤال آخر. بالنسبة للمواطنين في الاستقدام. سؤال جميل جدا. لا لحظة لو سمحت، الأخ سأل سؤال جميل للأخ ونبغى نسمع إجابته. التحديث الآن عنده في إذا كان أقل من 9 ما يسمح له يعني يتجاوز النطاق الأخضر إلا في الاستقدام أو توظيف السعوديين، لكن الكيان يقف عند 9. في الاستقدام يسمح له ويبدأ من جديد. إجمالي العمالة يتعدى 10، كإجمالي العمالة يتعدى 10. أو توظف سعوديين وتغير بالنظام. تبتصير بالأخضر إن شاء الله. الآن 85. عندك 4. 85. 8. كل أسبوع لو سمحت. إيه ما يخالف. لو وصلت 9 استقدم. أو أنت عندك سعوديين كم سعوديين؟
عملية تعرف كل أربعاء كل سبت تتم عملية حسابية عن طريق الموقع، تتغير نطاقك إذا طلبت استخدام أو وظفت سعوديين زيادة. طيب سؤال آخر يا أخوان، يا أخوان نبغى نوحد الأسئلة لو سمع. تفضل ممكن بالمكتب بالمكتب لحظة لحظة لو سمحت نبي سؤال مختصر. طبعا ماشي ماشي ان شاء الله ما بعد الحملة، ان شاء الله ما بعد الحملة يعني تصحح الوضع، وتجار الشنطة زي ما ذكرتي يعني ما يستطيعون ممارسة العمل يعني بسهولة يعني، فأكون هناك عملية تفتيش مكثفة وسوف نقضي على الظاهرة هذه إن شاء الله. بالعكس احنا نرحب بالتعاون. لو سمحت يا أختي الكريمة، لو سمحت ممكن تراجعين رئيسة اللجنة وتنسقين معها، بس خلينا في مجال المهنة، وهذا الموضوع أظنه تحت بحث في اللجنة المختصة. ما في إشكال. لا تستبعون الآن الجواب. من الدرجة الأولى الأب والابن ما عنده مشكلة. بالنسبة للسائق الخاص. نعم. نفس الشيء. السؤال. لا ما يحتاج إن شاء الله تصريح. لا ما يحتاج تصريح. لو سمحت يا أخوان نبغى نوحد الأسئلة. قسم النساء دقائق بس لو سمحتوا. في سؤال هنا، بالنسبة للمواطنين الذي لديهم مزارع ولديهم عمال زراعيون، هل يعتبرون عمالة منزلية أم لا؟ إذا أقل من 4 عمالة منزلية. أي منشأة زراعية 4 فأكثر تعتبر منشأة تجارية. سؤال آخر. عند طلب نقل كفالة عامل يظهر في الموقع أن الطلب تحت الدراسة، كم المدة التي يستغرقها النظام للموافقة؟ طبعا هنا قد يكون يتطلب موافقة الطرف الأول صاحب العمل الأول، وتحتاج حضور المكتب العمل إذا ما عندك موافقة من صاحب الطلب الأول أو صاحب العمل الأول، تيجي لمكتب العمل ومكتب العمل يمثل صاحب العمل الأول ويسوي لك ربط. بطء في التعامل مع الخدمات التي تفعل الخدمات الإلكترونية، ما الحل؟ الخدمات الإلكترونية فيها بطء. كيف بطء؟ سم الأسئلة لازم احنا نقرأ الأسئلة، لا هذه أسئلتكم اللي بين أيدينا هي أسئلتكم. لا ما هنا هو يتعامل عن طريقنا باستماع الأسئلة عن طريقنا من هنا. أعد السؤال، معلش أعد السؤال، أنا أعتذر، أعد السؤال دكتور. لحظة يا أختي، شو وضح السؤال. سؤالك اسمه بطء التعامل في الخدمات بطء في التعامل مع الخدمات التي تفعل الخدمات الإلكترونية، ما الحل؟ هذا سؤالك. بطء كيف بطء يعني؟ أنا بفهم كيف بطء تفعيل الخدمات. أنا قلت خلال 24 ساعة تفعل الخدمات، ما عدا إذا كان في اختلاف بين المفوض اللي مسجل في الجهاز واللي يحدث البيانات. إذا اختلف يجي واحد يقول أنا هذه منشأتي، لكن من الأساس المفوض المندوب، واللي جاي يحدث البيانات المندوب الآخر، صار في اختلاف بين هذه اللي لو ذكر أو فطن نفس المحضة قال أنا ترى أنا صاحب المنشأة، أو نبه اللي جاي عنه قال أنا ترى أنا المفوض شخص آخر، حدث لي بيانات شخص نفس اللحظة، ما تتجاوز 24 ساعة. طيب نعم الأخوات في القسم تفضل. ناجي. نعم يا أخوات انتظروا قليل بس. صحيح. لا
لو سمحت انت تفضلي تفضلي. اليوم نفتح ملفها الى بعد فترة تصحيحية. واجهنا مشاكل وضرر مؤسساتنا ومنشآتنا. ايش الحل؟ كلنا احنا حاطين هنا عشان هذه هنا مربط الفرج، هنا السؤال، الباقي كله استفسارات. انا تعبت كل اشوف واحد في الشارع يجي ابي احطه عندي بس ما يكادر. الناس تنقل وانا جالسة. قلت ما اقدر احب اسمي مو مشكلة. قالوا لا ممنوع مكتب العلم. ما تقدر تقول طيب الشغلة فيها تنقص مكتبي بهالفرصة. وصلت الف وصلت الفكرة يا أستاذة. وصلت الفكرة وصلت الفكرة. جاوبنا على السؤال هذا الحمد لله. سام تفضل تفضل يا شيخ. لو سمحت القسم اللي سأل راح أعطيكم الإذن بعد قليل. تفضل واصل واصل تفضل تفضل. يا اخوان هل المقصود نقل خدمات ام استقدام؟ انا ما حددت لك خدمه معينه، انا قلت لك بشكل عام بواجه المشاكل دي كلها في الموقع. ليش انا تواجه لي المشاكل؟ اعطيك مثال. اعطيك مثال. انا نقلت عاملين الان نقل كفاله على المنشاه، وسويت الطلب عن طريق الموقع وتم قبوله واعطاني رقم اللي هو رقم الطلب. بعد 3-4 ايام اشيك على ادخل رقم الطلب، يقول لك لا يوجد اي بيانات حسب يعني معنى الكلام، لا يوجد بيانات على رقم الطلب هذا. اتصل على رقم الدعم يقول لي ايه تم النقل وانتهت. طيب كيف اتاكد انا؟ يقول لك عندك مشكله في الموقع. طيب وش المشكله هذه؟ انا قدمت الطلب واعطاني الموافقه عليها. وارجع بس للنقطه الاولى، ما دام تم النقل الان اعطاك الموافقه الجهه الاخرى وقد تكون تمت النقل، انتهى دور المكتب، انحذفت من المكتب. ما يعطيني الموقع تم الموافقه او الرفض. انت معك رقم الطلب الان، رقم الطلب اللي معك الاساسي عند الجوازات الان عند راجع الجوازات. طيب اوكي، اما بالنسبه انا راجع الجوازات من عن العيش. ايش الموافقه اللي معي الان؟ يقول تم قبول الطلب. تم قبول الطلب، ما قال لك تم انتهاء نقل. تم قبول الطلب خلاص، انت تمت الموافقه. اذا كانت الاقامه منتهيه او عليه بلاغ هروب مباشرة تراجع الجوازات، ما تراجع المكتب. واضح النقطة هذه بالنسبة لي. أنا أتكلم الآن أنا كيف أعرف أن تم الموافقة وتم الرفض؟ أراجع الجوازات. يعطيك في الجهاز أساساً، تجي جينا أوراق مطبوعة من الموقع تم الموافقة. تم قبول الطلب فقط، هذا اللي وصلك طال عمرك. يقول لك الموقع تم قبول الطلب للموقع، لكن أنا إيش كيف أعرف أن تم موافقة رفض فيه؟ لا 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 لا، واضحة واضحة جميع أموري، واضحة 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 أمورك الكل يا أخو. لأن الأخوان اللي في الدعم قال غير متصفح، فتحت ثلاث متصفحات نفس المشكلة. أنا بس اللي بوضح عموما يا وصل وصل السؤال وصل عموما يعني وصل. المشكلة هنا تحدث تجينا كثير من أنا بس اللي بوصل بس العملية تمت، النقل الخدمة بالنسبة لك أنت وأي واحد تم قبول اللي يطبع من الموقع، تم قبول الباحث أو تم قبول الطلب، عملية نقل الخدمة انتهت. أنا اللي بوسك طال عمرك، بس إحنا مجتهدين قد ما نستطيع، بنحاول نتابع موضوع التصحيح هذا. مفشي. لكن في أمور تواجهنا، أمور صغيرة وبالأخير تكبر. زي ما الموقع هذا زي ما ذكرت للأخ أحمد. نعم. حبينا بس نتأكد بس الموضوع الموقع الوزارة فعلاً في مشاكل كثيرة. والله بنعاني منها. يعطيك من العافية، شكراً. يا أخوان المشاكل الآن حصلت من ضغط على الإقدام على نقل الخدمات. الآن حصلت من نقل، هذا اللي حصل معنا يا أخوان. احنا يحصل عندنا البطء الان، قد يكون فيه مثلا نقطه معينه او جزئيه معينه في السابق، اما الان الضغط اللي حاصل على النظام هي اللي احدثت البطء. يعني شوف الجهاز عندنا احنا الان احيانا
طلب يقعد معك دقيقة واحدة، وأحيانا يقعد معك 10 دقائق عشان تنتقل من صفحة لصفحة. أستاذ أحمد أبكم. تفضل مداخلة أستاذ أحمد. صوت لو سمحت. طيب خلي خلص لو سمحت يا أخوان، في شخص هنا معطينا الإذن بالنسبة للحديث. العمل عفواً أستاذ فهد، أستاذ أحمد. نعم. في سؤال إذا أمكن. كل الأسئلة مهمة، كل الأسئلة مهمة، انتظر بس. في سؤال، أحياناً الكفيل يكون عنده أكثر من نشاط سواء متجانسة أو غير متجانسة. الإشكال أنها مرتبطة في الجوازات بالسجل المدني، يعني عند وصول العامل استخراج إقامة يخرج بأول نشاط سجل لدى الجوازات. الآن هل هو في عمله في أحد الأنشطة يعتبر مخالف أو لا؟ وصلت، تفضل. مفهوم السؤال؟ وصل، لكن أعتقد أنه الآن إذا كان الاستقدام على نفس الكيان تصدر نفس الكيان، إذا استقدامه على نفس الكيان عند الجوازات هذا في السابق، والآن أعتقد أنه الآن الجوازات مع مركز أصبح التحديث يعني كل أسبوع مع مركز المعلومات نفس الفرع. طيب سؤال آخر استقدم عليه. بعد ما طلع مرة ثانية كنت حددت تطلع معك على الجديد. إذا كان في المعطف أكثر نشاط، إحدى الأنشطة هي شراكة مع مؤسسة أخرى، فيكون العاملين في هذا النشاط بكفالة المؤسسة الأخرى بشراكة مع هذا النشاط، هل يعتبر مخالفة؟ يعني يكون العمالة تبع أحد الشريكين في هذا النشاط. تعمل وين العمالة؟ العمالة تعمل في نشاط في المشترك. شلون مشترك؟ مخالفة. يعني المؤسسة عندها أكثر من نشاط، إحدى الأنشطة في شراكة، في عقد شراكة. العمالة، العمالة تستقل العمالة على كفالة المؤسسة اللي داخلة بالشراكة، تعتبر مخالفة إذا تعمل غير نشاط. طيب سؤال. سؤال لو سمحت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ألو السلام عليكم. أنا صاحبة مؤسسة وعندي مطعم مسمى، وفي نفس الوقت عندي سائق خاص، والسائق الخاص هذا له في هواية الطبخ حق الأسماك، فهل أنا أحول من سائق خاص إلى عامل قلي وشوي في محل الأسماك؟ نعم نعم. هل هناك رسوم تدفع لأني أنا نفس الكفيل؟ نعم. وإقامة السارية؟ نعم. نعم. لا يوجد رسوم. لا يوجد رسوم. في رسوم هناك؟ لا، ليس في رسوم. سؤال، تفضل تفضل، أخير عند النساء، تفضل. بالنسبة لعدد العمال فيما يخص نشاط التشغيل والصيانة، هل العدد يشمل نفس عدد المنشآت الأخرى أو أن التشغيل والصيانة والمقاولة لها عدد أكبر؟ شو المقصود بالعدد؟ العمالة التي تقبل على نشاط التشغيل. كم عدد العمال الموجودين فيه الآن؟ أقل من 10؟ أكثر. مسموح لك بالنقل بناء لا تنزل نطاق السلة الأخضر. السلام عليكم. السلام عليكم. طول العمر. تفضل تفضل. تفضل. خلنا نسمع. مؤسسة جديدة. مستقدم 3 فلبينيين مهندسين. مجرد ما استلموا الإقامات هربوا. وتعطيهم الحق وزارة العمل إن هم يشتغلوا. وأنا الحين متوقف عن العمل. مين اللي بيعوضني عن الخسائر العمالة اللي جبتها؟ لما قدمت بقالي صار لي 3 شهور عشان أقدم على تعويض العمالة، يقول لي الهاربين ما نعوضك. عندي 3 خروج نهائي يعطيني بدلهم 1. الحين مؤسسة كاملة في عندي 3 سعوديين و1 أجنبي. هل يستمر يعني أتوقف عن الشغل والهارب؟ وصل الحق إنه يشتغل. وصل السؤال. أنا برفع قضية على التعويض عن وزارة العمل يعوضوني على الغرامات التكلفة. تسمع الجواب الآن، تسمع الجواب. سؤال هنا، لماذا يطلب السجل التجاري للكفيل من خارج الرياض عند نقل الكفالة؟ لأن بعض الكفلاء يرفضون تزويد مكفوليهم بصورة من السجل التجاري. لا يطلب من صورة من السجل التجاري، هذا بالنسبة للمكفول الجديد. طيب سؤال آخر، لدينا موظف. أول نرجع للسؤال الأول اللي هو قول لو سمحت. أول شيء الحين عندنا طال عمرك عندنا مشكلة اللي هي لو سمحت الأستاذ بيجاوب الآن على السؤال الآخر. تفضل سؤال. تكلم الأستاذ قال لنا إنه بلاء اللي الهارب يأخذ له يعني له الهيئة إنه يترافع في الهيئة إذا كان له حقه، ونفس الشيء الكفيل أو صاحب العمل له إنه يطالب فيه. بالنسبة للتأشيرات للتعويض إذا كان في نطاق الأخضر
التأشيرتين خروج تأشيرة واحدة، أما إذا كان في نطاق البلاتيني كل خروج بتأشيرة بديلة. هذا النظام الآن، نظام السعودة عنه كحق له كرصيد له، الاثنين بواحد، أما في البلاتيني كل واحد بواحد. ممكن أستاذ؟ لو التنمية البشرية الأسبوع الماضي أقسم بالله ما في موظفين، وتعاقدت معهم يا سيد الفاضل، بس تطلع وتشوف يا لا 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 أرجع في تأييد آخر زي ما أخذت الأول، أرجع في التأييد الآخر مبرر. إذا كان إذا كان إذا كان في تأييد يا أستاذي، إذا كان في تأييد لو يرجع يأخذ تأييد الشخص اللي منح لك الترخيص يمنح لك تأييد مرة أخرى. أنا كلمت على حالة جاني موظف طلب 8000. أنا وصلت الفكرة. يا أنا طال عمرك عندي مؤسسة عليها 150 عامل، الآن أنا متوقف عن العمل صار لي شهر، والسبب اللي هي الشهادة ما بين التأمينات ووزارة العمل. الآن أنا أخذ مشاريع من الدولة، مشاريع من الدولة لازم تكون عندك شهادة السعودة. طيب أنا أطلب من التأمينات شهادة السعودة، قالوا عندكم مشكلة فرق العمالة، عندي 150 عامل، خمسة منهم لغت كفالتهم، بقى عندي 145. طيب 145 مسجلين بمكتب العمل، 145 في التأمينات، في التأمينات الآن قالوا لا خمسة مو منزلين من مكتب العمل عشان حنا نعطيك شهادة، فأنا صار لي شهر على الحالة هذه. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية الآن اللي هي تسديد رسوم العام 2500، إذا جيت الآن يعني جل لا من يخطأ، الآن نسيت أنت رقم أو غلطت برقم راح عليك المبلغ بالكامل، لأن في الشاشة عند تقعد تسدد ما يذكر اسم العامل. طيب وهذه مشكلة التأمينات الآن، إحنا قاعد نخسر وهي متوقف عمان على السبب الشهادة السعودة. وصلت الفكرة، شكرا. طيب تسمع الجواب الآن. السعودة الآن عن طريق الموقع إذا كان عنده تأخير سداد في التأمينات ما حدث بياناته كاملة أو ما وصل معه البيانات كاملة. ما أستاذي أنا أخذ الآن عندك الرقم الدعم الفني فيه أو الرقم المجاني عندهم اللي هو 92 3 0 11 73، ممكن اتصل عليهم ويشوفون شو اللي عنده، هل الخلل عنده مثلا في التأمينات أو في عملية تغذية برنامج الوزارة. وصلت الفكرة. سؤال آخر هنا. وصلت الفكرة. لدينا موظف من القبائل النازحة يحمل البطاقة وجواز السفر محتسب بالتأمينات سعودة، وفي مكتب العمل غير محتسب بالسعودة، ما هو الحل؟ يحتسب عندنا في السعودة نعم، ويراجع خدمة العملاء عندنا صالة رقم 2 مخصصة لأي حالة أو أي استفسار أو مشكلة أو مشكلة عند صار رقم 2 عندنا في مكتب العمل وندا مجهزة كاملة بموظفينا باستفساراته يعطيك وش المشكلة عندك. حتى أنا بعض الأخوان يقولي أنا عندي سجلات ناقصة أو أجي حصل مشكلة في الجهة الثانية، لو راجعت خدمة العملاء رجع الملفك أعطاك جميع النقاط اللي باقية والناقصة عندك. الآن نعطي المجال لقسم النساء سؤال. تفضلوا ثواني بس الأخوات قسم النساء عندكم سؤال. تفضل سؤال واحد. تفضل جميع العمالة. واصل السؤال، شكرا. عملية تعيين السعودية في المنشآت المتناهية الصغر أصبحت الآن مجال لتستر السعودي على السعود، كلهم يوظفون في وظائف وهم لا يعملون فيها، محلات أصلا لا تستطيع أن تعين سعوديين. أنتم ركزوا على الشركات الكبيرة، الشركات اللي دخلها يتحمل، أما منشأة كل عبارتها كلمة يتحدى لها 2-3 تقول لي وظف اللي فيها 2 سعوديين، السعوديين كم مرتبة عشان وظف فيه؟ وصلت الفكرة، شكرا شكرا. سؤال هنا. السلام عليكم. مشاركة صوتية. سؤال: لماذا لا يوجد استرداد الرسوم رخصة العمل مثل الجوازات كونه عدم استخدامها في من أي إجراء؟ طبعا السؤال هذا ممكن اتصال على خدمة العملاء، الإجابة ما يخص رخصة العمل، اتصال على خدمة العمل. الآن نستمع بداخل الصوتية الآن. السلام عليكم. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. الآن في الأمر السامي طبعا تكلم عن مدة 3 شهور تقاضي، يعني للعامل فرصة اللي نقل كفالته إذا كان خروج نهائي، يعني صاحب العمل له 3 شهور. هل أول موعد تأخذه أنت في الهيئة الابتدائية 6 شهور و5 شهور، يعني الآن عشان تنظر قضيتي، القضية أصلا تأخذ لها أربع سنوات، يعني من 2 إلى 4 سنوات.
المدة ثلاث شهور هذه أنا ما أدري منين، يعني هل هي كافية ولا لا؟ أنتم تعرفون المشاكل الآن الموجودة بالهيئات العمالية اللي هي الهيئة الابتدائية والهيئة العليا، المدة الطويلة، الموعد الواحد الآن وصل إلى شهر. وصلت لا في نقطة أخرى، في نقطة أخرى الآن هو في 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 فقرة في الأمر السامي تحدثت عن الإيواء وش اسمه السجن سنتين، الآن ما هي الجهة اللي تنظر يعني مثل هذه الأمور ومثل هذه المخالفات؟ هل في الله عندكم الآن تنظيم هي الهيئات الابتدائية اللي تنظر السجن والتنظيمات هذه، أم والله في جهات أخرى راح تنشأ؟ يعني القرار الآن ما هو واضح في الحملة ليست على مقصوره من وزارة العمل، وزارة العمل ووزارة الداخلية. أنا تكلمت عن الأمر السامي. طبعا هو الأمر السامي برضو يشمل وزارة الداخلية ووزارة العمل. تفضل. السلام عليكم. طول عمرك مبارك الشمري. أنا حبيت أسأل سؤال بسيط، يعني بصراحة أنتوا أعرف الناس بالتشوهات اللي في سوق العمل، وهذه ما هي من سنتين أو ثلاث سنوات، هذه من 50 سنة وأنتوا معرف الناس فيها. هل معقول يعني تقدر تتصحب ثلاث سنوات؟ سنة والله ما تكفي، يمكن سنة ما تكفي، مو معقولة. يعني أنتم أعرف الناس بالأمر هذا، يعني شوف كيف تسبب الضغط، الجوازات فقط حديثا بدأوا يتحركون، يعني صعبة جدا. سوق المساهمات لما صارت فيه مخالفات الآن صار لهم أكثر من 5 سنوات لم يقدروا ينهوها، ما زال باقي عندهم أكثر من 400 مساهمة عشان يصفوها. واصل السؤال، شكرا. سلامة. شكرا، تفضل جاوب. طبعا عملية التصحيح الآن، عملية التصحيح يمكن سمعت الإعلان صح حوالي 450,000 حتى الآن. لا هذا بالموقع يا أخوات، نرجو عدم المداخل الحين، أعطيكم الإذن. بسم الله. أنا مدرسة أهلية من 30 سنة مؤسسة، توفى والدي رحمه الله من 3 شهور واضطريت للتصحيح إلزاما كشركة، وقع تصحيحي بعد تاريخ القرار الملكي. ذهبت لمقابلة الوزير ونائب الوزير معالي الوزير ومعالي النائب، ما وجدتهم في مؤتمر. أنا الآن محروم بسبب إرادة الله سبحانه وتعالى والصدفة في وقوع في هذه المشكلة، لم أجد أي شخص يتساعد معي للاستفادة من فترة التصحيح. وصل السؤال، شكرا، تفضل. علما بأني ملتزم بالسعودة في تاريخ المدارس كاملة والنطاق الأخضر ولا في ينقل ولا فيها شيء ينقل ويستخدم موضوع تحتاج ينقل، لأنه التعديل مسمى وليس نقل خدمات. يحتاج انك تراجع مكتب العمل مع اوراق كامله. يحتاج انك مكتب العمل تعديل مسمى. تعديل مسمى نعم، يعني ما خارج عن الحمله الان. الاخوات في قسم النساء سؤال يا شيخ، قسم النساء تفضل المداخله. موجود الان صوت لو سمحتي. نعم. وصل السؤال، شكرا. طبعا بالنسبه لاي منشاه فتحت بعد 25/5 ما تستفيد من حمله التصحيح. بالنسبه للعماله بامكانك اذا هم على كفالك سائق خاص تستخدمون سائق خاص او انه يسمح له بنقل كفالته وخروج النهائي. السلام عليكم. السلام عليكم. لنا السلام عليكم. تفضل. انا اتكلم هنا عن قطاع المقاولات، يمكن اغلب الاخوان موجودين عن المقاولات. ما في شركة وحد يصحح لي يكون عندها جميع التخصصات، محتاجين انه احنا نعطي عقود من الباطن في بنود مثلا مثل بند الدهان بند البلاط. فايش تنظيم هذه في فترة ما بعد الحملة؟ طبعا ما بعد الفترة التصحيحية ذكرنا احنا العقد كافي. اذا وجد عقد بالمنشأة، اي منشأة، عقد بين الشركة والمنشأة واللي يعملون وفق العقد هذا كافي. ان شاء الله تحسب لك ان شاء الله. آخر سؤالين لو سمحتوا، بس آخر سؤالين. لو تكرمت، لو تكرمت استاذ فهد اللي هناك لو سمحت، الميكروفون هنا.
أستاذ فهد. نعم ثمانية. 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 واحد. تفضل. السلام عليكم. أستاذ فهد. محمد المحيسن، عندي بس أنشطة وعندي قطاعات. في أنا عندي مشاكل كثيرة بس بختصر على فقرتين مهمات وكثير الناس ضايعة فيها. الآن لما أقدم على معاملة وتعطيني رقم معاملة وتضيع عندي لا يمكن أحصل عليها. إذا مثلا طلبت دق الكفالة والرقم اللي طلع لي ضاع لا يمكن أرجع أحصل عليه. هذه نقطة في السيستم ما هي موجودة. النقطة الثانية التعديلات والتوضيحات طلعت بعد المهلة ب 45 يوم. المهلة اللي قبل 45 يوم إيش وضعها؟ فهذه ضروري ينظر في أمرها. وشكرا لكم. شكرا. تفضل. سؤال أستاذ فهد، هل شركات المقاولات مصرحة بالتشغيل في الشركات الصناعية؟ يعني أنا عندي عمالة حاليا بيني وبين شركة مقاولات عقد تشغيل، هل هي من ضمن الشركات المصرحة أو فقط شركات التشغيل والصيانة؟ أرجو يعني مثل الأسئلة هذه تحرر مكرر على الموقع إن شاء الله. آخر سؤال نسائي. آخر سؤال لقسم النسائي، تفضلوا. لا هذا اعلان مجانا. شكرا. هذا اعلان مجانا. اوكي شكرا. لو سمحت سؤال. انتهت كذا الاسئله جميعها يا اخوان، جمعت. اخر سؤال كذا ما راح نمشي. اخر سؤال لو سمحت استاذ احمد، انا حصلت عندي مشكله، اسمي ما اضيف في اي منشاه سابقه واكثر من 15 سنه المؤسسه ولا اشتغلت في اي مؤسسه اخرى. جيت اجدد الاقامات في 1/7 الماضي، هذا قالوا اسمك ما مضاف. وين راح في اسم؟ اخر شيء جيت مكتب العمل صاله 2 اعطاني بلاغ وسجلت البلاغ، بعد اسبوعين اجابوني ان اضيف اسمك. العمال عندي 4 دخلوا في الغرامات التاخير من سببها. وينك في السابق؟ ماني مضاف اي منشاه اخرى. طيب انا صاحب المنشاه. معليش انت حدثت بياناتك عندنا بعد عمليه الحمله التصحيحيه. لا قبل انا الحمله التصحيحيه هذه. لا انا البيانات سليمه، رحت اضفت 2 عمال الان قبل النظام واضاف لي 2. المنشاه سليمه من قديم. اسمي ما هو مضاف اي منشاه، التنميه الاجتماعيه يقول ما نضيفك تلقائيا يضاف. اوكي بس ما سوى لك ربط انت اذا كان عندك اكثر من ملف. على اي ملف كنت نازل؟ على المنشاه الرئيسيه. لكن قد يكون نازل على الفرع. ما نزل اذا كان عندك اكثر من عندي فرع. عندي البلاغ ما نزل على اي فرع. اذا كان عندك اكثر من فرع يكون نازل على احد الفروع. ما نزل نهائيا وموجود معي البلاغ يبين لك عندك، يقول لك على اسم على الملف الفلاني. ما نزل يا اخوان. في الختام نشكر ضيوفنا الكرام. سجل على المنشاه كم التوطين يا اخوان؟ التوطين. في الختام نشكر ضيوفنا الكرام على سعة صدرهم ورحابة إجاباتهم على الأسئلة، ونعتذر منهم على بعض اللخبطة اللي صارت. لا شكرا يا الأسئلة كلها جمعت يا إخوان. الأسئلة كلها جمعت وسيتم الإجابة عليها في تويتر، سيتم الإجابة عليها في تويتر وفيسبوك التابع للوزارة. شكرا لكم صراحة، شكرا لكم، ونعتذر يعني عن أي تقصير الحقيقة.